تعتبر الأساطير واحدة من القصص والحكايات التي كان يرويها الجد إلى أحفاده حتى يشعرهم بشيء من الإثارة والخوف. والآن بعدما كبرنا أصبحنا قادرين على معرفة الأشياء الحقيقية من الأشياء الأسطورية، ولكن ماذا لو قلت لك إنه حتى الآن لا تزال تعيش معنا بعضاً من المخلوقات الأسطورية التي لا يعلم الجميع عنها؟ أهلاً بكم، اليوم في أعرف سوف نعرض عليكم 7 مخلوقات أسطورية تعيش معنا في الحياة الواقعية. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. الغزال المصاص للدماء. حينما ترى هذه الغزالة تظن أنها من أفلام الرعب، حيث إنها مزودة بأنياب قوية وكبيرة للغاية، وهي تعيش في البلاد الأوروبية وتقوم بمص دماء العديد من الحيوانات الأخرى، ولكنها لا تقترب من البشر. وتتميز ذكور هذه الفصيلة بوجود قرون على الرأس، وبالرغم من ذلك إلا أنها مهددة بالانقراض نتيجة لأن جسدها يحتوي على المسك الذي يدخل في صناعة العديد من العطور النفيسة، ولهذا يجب الحفاظ على هذه الفصيلة، وإلا ستكون أسطورية بالمعنى الحقيقي بعدما تنقرض. الكراكن. قديماً كان الناس يتحدثون عن كائنات خرافية تقوم بسحب الأشخاص أسفل المياه لافتراسهم، ولكن هل هذا الشيء حقيقي؟ أم أنه مجرد أساطير فقط؟ قيل إن هذا الحيوان عبارة عن حبار ضخم وزنه طن وطوله 59 قدماً، وهو قادر على إغراق سفينة بحرية بالكامل. هو كائن في الفلكلور النرويجي عبارة عن وحش بحري يقال إنه يسكن سواحل النرويج، لكن في الحقيقة إن الحبار يعيش معنا في الواقع، ولكن لا يمكن أن يصل حجمه إلى هذه الدرجة المخيفة كما تشاهدون. هوبيت. الهوبيت عبارة عن كائنات مثل البشر لكنهم أقزام، ويقال إنهم كانوا يعيشون منذ أكثر من 200,000 سنة. والغريب أنه في عام 2003 تمكنت مجموعة من علماء الحفريات من اكتشاف جثث فتيات طولهن لا يتعدى القدم في إحدى جزر إندونيسيا، لكن بعض المستكشفين قالوا من المؤكد إن هذه الجثة تعود إلى شخص كان مصاباً بمرض القزم، لكن لا يوجد دليل قاطع يجزم الأمر في هذا الموضوع، مما جعلنا غير قادرين على تحديد حقيقة ما إن كان الهوبيت كانوا يعيشون معنا أم لا. تشوباكابرا. تم اكتشاف هذا المخلوق لأول مرة في بورتوريكو في بداية هذا القرن الذي نعيش فيه. اسمه بالإسبانية يعني مصاص الماعز، ولكن يقال إنه يقوم بمص دماء مختلف الحيوانات، الكلاب والقطط والبقر وباقي الحيوانات الأليفة. ومن الأدلة التي تؤكد على وجود هذا الكائن الحي هي الحيوانات التي وجدناها مقتولة بعد أن تم مص دمها، ويقال إنه يشبه الكلب لكنه رفيع ولا يحتوي جسده على شعر نتيجة لإصابته بمرض نادر من نوعه. بونيب أو كيامبراتي. يعد واحداً من الحيوانات الأسطورية التي تعيش في أستراليا في المستنقعات والبرك، وبالرغم من أن مئات الأشخاص زعموا بأنهم شاهدوا هذا الحيوان إلا أنه لم يتم تصويره في أي مرة، فيقال إنه يشبه التمساح والفرس معاً، ويعني هذا الاسم الغريب الشيطان باللغة الأسترالية، وقد أرجع له البعض السبب في مقتل العديد من الأشخاص، والمخيف فيه هو صوته الذي كان يشبه صوت البندقية. في عام 1839 اكتشف علماء الحفريات هيكلاً عظمي يشبه جسد هذا المخلوق الأسطوري، لما جعلهم يظنون أنه كان يعيش معنا في العالم الحقيقي. التنين. واحدة من الأشياء التي جعلت العلماء يظنون أن التنانين كانوا يعيشون معنا في هذا العالم الذي نعيش فيه هو أنهم تمكنوا من اكتشاف حفريات للديناصورات، من بين هذه الديناصورات الدراكوريكس وطوله 25 قدم وهو يشبه التنانين. وهنالك أيضاً هذا المخلوق المعروف باسم تنين كومودو، والذي من الممكن أن يصل وزنه إلى 150 رطل وطوله حوالي 10 أقدام. المستذئب. في العصور الوسطى
كانت عملية التلقيح واحدة من العمليات المنتشرة بكثرة، كما أن داء الكلب كان منتشراً أيضاً في هذا الوقت. وإذا تمكن حيوان مصاب بهذا المرض بعض حيوان آخر، سيقوم بنقل الفيروس له على الفور. وعندما كان يصاب أي شخص بهذا المرض، كان الأطباء يعطوه لقاحاً غير فعال بالمرة، وبعد فترة قصيرة يصاب بعرض غريب، ألا وهو زيادة الشعر في جسده بشكل مفرط جداً. هذا ما جعل الناس يقولون عنه إنه أصبح مستذئباً. لذلك ذكر في الأساطير القديمة أن المستذئب كان يعيش بالفعل في العصور الوسطى، وكان يشكل خطراً وخوفاً كبيراً على كل من يقترب منه، ولكنه لم يكن عدوانياً بالشكل الذي يتم عرضه في الأفلام السينمائية بالوقت الحالي. ما هو أكثر حيوان أسطوري أصابك بالدهشة في هذا الفيديو؟ أخبرني في التعليقات. نراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.